في طبعا تصريحات كولر الحقيقه اللي كان ليها صدى ايجابي كبير جدا جدا في على مستوى جماهير النادي الاهلي. تصريحات كولر لصحيفه سويسريه اللي اكد فيها كولر من خلال هذه التصريحات انه سعيد جدا في اجازته اولا، وكان سعيد جدا بوجوده في مصر. قال ان الضغط كبير جدا في المباريات على مدار الشهر ونص اللي فاتوا، وقال ان احنا كنا بنلعب تقريبا كل 3-4 ايام نلعب مباراه، لكن بعد الفوز بالدوري ودوري الدوري المصري وبطوله افريقيا الحقيقه بيقول ان الجميع شعر بالسعاده والرضا التام. وعن قبول طبعا عرض النادي الاهلي في الموسم الماضي، قال تلقيت عرضا من بعض العروض من الشرق الاوسط، بعضها من الانديه كمان الافريقيه في السابق، لكن اعتقد ان كره القدم لم تكن متقدمه في تلك البلدان عن اوروبا. وقال حاليا افكر بشكل اذكى شويه او بشكل مختلف شويه. عندما جاء عرض النادي الاهلي الحقيقه اكتشفت ان النادي الاهلي اكثر الانديه نجاحا في قاره افريقيا، لدي عدد كبير جدا جدا من المشجعين يصل ل 60 مليون مشجع، الجميع كمان بيتكلم على الكل بيعيش وعن مهام كمان المدير او المدرب في مصر بتختلف كثيرا عن اوروبا، اكد انها كبيره، يعني كل الصلاحيات عنده صلاحيات كبيره جدا جدا، بيجب عليه اتخاذ قرارات سريعه في اوقات سريعه جدا. هنا في مصر او في افريقيا بينظروا للمدرب، او هنا في النادي الاهلي بيبصوا للمدرب باحترام كبير جدا، ما بيكونش على نفس الصوره في بعض الانديه في اوروبا يعني. وقال كمان عندما كنت يعني في البطوله العربيه طلبت من رئيس النادي عدم المشاركه، لان اللاعبين سيحتاجون للراحه بعد موسم طويل جدا، وده كان الحقيقه كان طلب وكان استجابه سريعه جدا من الكابتن محمود الخطيب الحقيقه، لان بيرجعنا للقرار بتاع السنه اللي فاتت بدايه الموسم اللي فات، وقرار مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود ان اللعيبه خلاص احنا فقدنا الدوري وبالتالي اجازه، وده كان ليه الحقيقه يعني فعل السحر في هذا الموسم الاستثنائي للنادي الاهلي. كمان نفس الموقف تقرر بالنسبه للبطوله العربيه. كولر الحقيقه متزن جدا في تصريحاته، كل يوم بيزيد يعني حب جماهير النادي الاهلي لهذا المدرب اللي الحقيقه ادى موسم استثنائي مع النادي الاهلي، في انتظار المزيد باذن الله من كولر، من لعيبه النادي الاهلي يقدموا كمان الموسم القادم يكون موسم استثنائي.